فأفتى بالدليل العام، ودي قاعدة عند أهل العلم، أنه إن لم يأتيك دليل خاص في المسألة فأنت مطالب أن تفتي بالدليل العام، لكن بعد البحث. يعني لا يخطئ أحد أحدا أفتى بالدليل العام طالما هو من أهل العلم ولم يقف على الدليل الخاص، لا تطالبه بالدليل الخاص، وعنده دليل عام يفتي بالدليل العام، لكن هو لا يقصر في البحث عن الدليل الخاص.